الحياه لبرشلونه منذ ان وصل تشافي هرنانديز الاسم التاريخي في النادي كمدرب للفريق، فاز معه ببطوله كاس السوبر على حساب ريال مدريد بالذات، ثم ايضا يبتعد بفارق مريح وكبير عن المرينجي 12 نقطة كاملة في بطولة الليغا في الدوري الإسباني، واليوم في نصف نهائي كأس الملك. لذلك تشعر بأن الحياة عادت من جديد إلى كامب نو. منذ أن غادر ليو كل شيء أصبح إلى الأسوأ. البرسا بدأ يستعيد نفسه، الريال يبدأ المباراة لكنها بعيدة عن الكل. البرسا قبل فقط 9 أهداف في 27 مباراة، وغبير خطيرة، الدفاع يتدخل. يا الله، أي بداية هذه، أي أجواء هذه، أي انطلاقة كانت، أي فرصة يا غافي. المدور الخطيرة للبرسا، تمريرة خرجت الكرة، ومطالبة بشيء في هذه اللقطة. هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ هل هناك لمسة يد على فينيسيوس إلى هدف أول؟ وبالتأسيس يحاول أن يمر، يكسب الكرة ويكسب الخطأ لمصلحة ريال مدريد. ولع من البداية مباراة من دقائقها الأولى. تشيز مونييرا، لمسة تصل بعد ذلك بالخطأ كافافينجا، تعود لمصلحة الإمام ليفاندوفسكي، تمويه وتسديدة لكنها صدمت في ميليتاو. يا الله، هذه خطيرة أخرى لبرشلونة. مباراة كبيرة من البدايات، البرسا على مستوى الهجوم يحاول خطف 22 بطاقة صفراء، وقد الكرة مع رافينيا حلوة باتجاه غافي، خطيرة غافي على اليسار، خطيرة لبرشلونة وغافي، ولمسة وتسديدة وكرة. يا إلهي، مش ممكن الفرصة يا برسا. اللقطة كانت قريبة. مودريتش خطر بمساعدة لوكا، وأول إنذار في المساحة خطيرة باتجاه رودريجو، خطير رودريجو عرضية خطيرة، كرة. يا إلهي، أراوخو في اللحظة الأخيرة. يا الله، حلوة. جميلة يا ميدي، فالفيردي ورودريجو حطها في المساحة. وينك يا إلى موقعة نصف النهائي، كرة عرضية الفرنسية يشير إلى شيء، لا شيء في هذه النقطة. بدال أن تكسب خطر احتج برشلونة، حصل مدريد على خطر، وثارت الأجواء وإثارة في الأجواء. حاول بعد ذلك أمام أكثر من لاعب على الكرة بين الاثنين، كان من جانب ميليتاو، الكرة تبقى لبرشلونة، وتدخل ومحاولة بعد ذلك إلى وجود ركنية لمصلحة برشلونة. نعم، ركنية لبرشلونة على ميليتاو، ضغط ليفاندوفسكي ليحصل على ركنية أمام ميليتاو لمودريتش، خطيرة لرودريجو، أهدت. يا الله، الفرصة حلوة، التمريرة جميلة، اللقطة الأخيرة لكن سرد أمام كامافينجا، صراع بين الأثار عن طريق فينيسيوس، حكم اللقاء احتسب خطأ لمصلحة كامافينجا في الأصل، خطأ لمصلحة كامافينجا، وفرة عددية للاعبي في آخر خمس. جانب توني كروس، شوف الضغط العالي من جانب لاعبي برشلونة، وبعد ذلك خطأ احتسب حكم المباراة. جونيور يحاول أن يمر، يكسب الكرة ويكسب الخطأ لمصلحة مدريد، خطأ لريال مدريد ولمصلحة فيدي، كرة وتمريرة لكن التمريرة الوانتو لا تمر، تغطية بمنتهى الروعة أيضا من جانب دفاع برشلونة عن طريق كوندي. اللاعب يستمر لفينيسيوس، والفرصة تبقى لمدريد. العودة للوراء، توني كروس، عرضية خطيرة لبنزيما، الطاير حطها لتيرشتيجن، سهلة عند مارك أندري تيرشتيجن، خطيرة حلوة كانت من جانب اللاعب خط الوسط الماهر دائما في تمريراته وهو توني كروس، ولكن كرة بنزيما كانت سهلة لتيرشتيجن. حلوة خطيرة لغافي بكرة عرض مدريد، تغطية من الدفاع، وبعد الجاب يلعب الكرة خطيرة باتجاه كريم بنزيما ولكنها بعيدة. فالفيردي تمريرة أمامية، ألونتاو تأمينها بعد ذلك، وفي الأخير تحولت إلى وجود خطأ لمصلحة يدير من ألابا، إبعاد سيب، اللعب يستمر والخطأ الآن لمصلحة برشلونة، الخطأ لمصلحة رافينيا. مدريد بن يحاول يمر وتغطي برشلونة، عرضية وكرة وفرصة. يا إلهي، لازالت خطيرة. لمن هذه الكرة؟ لمن هي؟ لمن؟
تقريبا. فيني علق محاولة مدريدية، فيني بنزيما. يا إلهي مرنجي جميل، أي مرتدة يا مدريد، أي مرتدة يا مدريد. سلاحهم، قوتهم، سطوتهم، خطورتهم، المرتدات، التحولات من الدفاع إلى الهجوم، الاندفاع نحو الهجوم، نحو المرمى، نحو الهدف، نحو تأكيد العودة. الكرة كانت لبنزيما، رودريجو يا جماعة، رودريجو فيني حط كرة على اليمين، مودريتش، رودريجو، لكن الصافرة من الحكم تنهي الشوط في هذه الهجمة، الأمر اللي جعل مدريد يحتج على قرار الحكم. يا لها من لمتابعة أحداث هذه المباراة المنقولة في العديد من الأماكن حول العالم، لأنه مهما جرى ومهما حدث ومهما غاب من أسماء، فإن الكلاسيكو يبقى موعدا مهما لكل عشاق كرة القدم حول العالم. كلاسيكو في الشوط الأول، مدريدي على مستوى النتيجة، برشلونة على مستوى الأداء. شوط ثاني، كيف تكون الأمور؟ جماهير برشلونة تحاول تحمي أراوخو، فيني وأراوخو، فيني بكرة، دفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة. هو مدريد الآن كشر عن أنيابه. رودريجو إلى فينيسيوس، يكسب الخطأ على جافي، عليه أن يحذر جافي عند إنذار بعد التدخل ريال مدريد. محاولة تبقى لإيدر، لمسة لمصلحتي مودريتش، مودريتش خطيرة لكريم، والتسديدة والثاني. الهدف الثاني للبرنجي، 2 لمدريد عن طريق كريم بنزيما. لوكا يا جماعة، لوكا، المرور الجميل، التمريرة المريحة، بنزيما يضرب بالثاني. ساعتي بالدي بتسديدة، يا الله، ابعاد بروعة كبيرة من جانب كورتوا، يمنع كورتوا البرسا، لا زال الدخل. حاول ان يمر رافينيا، رافينيا بكورة، لكن كامافينجا في اللحظة الأخيرة. يا الله، العرضية والرأسية خطيرة بدون متابعة، لا أحد هنا. مرة مر رافينيا داخل منطقة الجزاء، وتسديدة، لكن عالية من رافينيا، عالية من رافينيا. كم كورة كانت عندك رافينيا، تعال رافينيا، تعال، لا زالت. أوه يا روخو، مش ممكن يا روخو، لقطة ولا أروع، ولا أروع. فينيسيوس، فيني يبحث عن الحلول، يحافظ على الكرة، وصافرة وركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء لريال مدريد. يا له من سيناريو، فينيسيوس جونيور يحصل على ركلة جزائية، يجعل ريال مدريد قريب من تير شتيغن. بنزيما الثالث يا مدريد، نعم الثالث يا مدريد، بنزيما من علامة الجزاء. كريم يسجل ثلاثية لمدريد في مرمى أمام البرسا في ملعب كامب نو. حذري من الانهيار، من الأخطاء، بنزيما لمودريتش، رودريجو يحاول، بنزيما مر، بنزيما تمريرة لبوسكيتس، ينتظر التمريرة، بعد ذلك فينيسيوس جونيور، تشافي هرنانديز، الآن ألونسو يترك مكانه، إنسو فاتي، رأسية أقرب لتوني لكنها خطأ، فقامي بلمسة لتوريس داخل منطقة الجزاء، وكرة عرضية خطيرة بالرأس، ولكن الدفاع، ميليتاو يتدخل في اللحظة الأخيرة. ميليتاو كم كانت قريبة وكم كانت خطيرة اللقطة الأخيرة. رودريجو لفينيسيوس، فينيسيوس يحاول جهة اليمين، خطيرة بكرة عرضية، وين بلمسة في وسط الميدان، بوسكيتس يكسب الخطأ لمصلحة برشلونة. إنذار على مودريتش، أبي يكتفي بمجموعة من التمريرات بشكل رائع في هذه الدقائق، ويكسب الكرة بعد ذلك توني كروس لمصلحة ريال مدريد. طبعا هذا الجيل المدريدي مر بمثل هذه المباريات، المساحات على الحلول. الحكم يحتسب خطأ وإنذار على كارفاخال، نعم، بطاقة صفراء على داني لمصلحة على الكرة أمامية، لكنها بعد ذلك أقرب إلى تيبو كورتوا، لا يتفوق على فينيسيوس إلى كامافينجا. الحكم يحتسب الخطأ وبعد ذلك يتخذ القرار في هذه الأثناء.
بينضرب على جافي او على فيران توريس. عوده للوراء داني كارفاخال. اسينسيو طويله الكره خطيره الى كريم وكره يا الهي خطيره ولا ترك. كان كريم كريم كان كريم فيري مار فيري مار فيري مار فيري حاول على اليسار الرابع للمرينك قريب تمريره لبنزيما اسينسيو تسديده بروعه تير شتيغن ينقذ برشلونه من التاريخيه. اسينسيو بعد روعه في المرور من جانب فيني. ريال مدريد يقدم درسا كرويا لبرشلونه. اسمحوا لي قول العرضيه بالفعل خطيره بابتدائي ليفاندوفسكي لكنها مره تمامه وخطا ضد ليفاندوفسكي. خطا على ليفاندوفسكي اعتبر انه في ضرب بالكوع من جانب ليفا. المباراة الثانية المدريدية والفرصة للرباعية فيني مع اسينسيو حتى لبنزيما الاتريك يا كريم يا كبير بنزيما اتريك في الكامب نو. ليلة للتاريخ ليلة للتاريخ يا بنزيما. أربعة مدريد لا شيء برشلونة. هاتريك لبنزيما. بنزيما وليالي رمضان بنزيما وليالي رمضان اللي يمتع فيها ويبدع فيها. هاتريك في مباراة بلد الوليد والليلة حتى ضد لوكا مودريتش يترك مكانه. لوكا مودريتش صنع الهدف الأول عن التمريرة. عودة لي قدم يستبدل في هذه الأثناء بعد أن سجل هاتريك في مباراة الليلة في الكامب. الصافرة تنطلق سيداتي وسادتي في